بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا ربنا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من شيء شئت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على أن وفقتنا للحمد. سبحانك سبحانك ربنا، كفانا فخرا أن تكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون لك عبيدا. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. سبحانك خالقي، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، ومن كنت معه فمن عليه، ومن كنت عليه فمن معه. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. عجبا للعباد كيف أرادوا بك بدلا، ورغبوا عنك متحولا، وعجبا للقلوب كيف استأنست بسواك، كيف التجأت إلى غيرك، كيف وثقت بغير جنابك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات، ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. وأشهد أن قائدي وقدوتي وملاذي وحبيبي وشفيعي ومنقذي محمدًا رسول الله، طلع في أفق الوجود بدره، وسطعت فيه شمسه، أرسله الله بالبيان فأظهر دينه القويم على سائر الأديان، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد، وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا، كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي، هو عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبعد يا عباد الله، هذا الدين العظيم
منظومة متكاملة، من أداها كما أرادها البارئ سبحانه وتعالى جنى الآثار وحصد الثمار ومكن له في الدنيا ونال خيريتها وعزتها ونجا في الآخرة وكان له إلى الجنة طريقا واضحا سهلا ميسورا. ومن عبث بهذه المنظومة لهذا الدين العظيم فأراد أن يغير أو أن يبدل على حسب الأمزجة أو الأهواء أو على حسب القناعات والآراء فإنه يتخلف أثر الدين في حياة هذا العبد في الدنيا ويأخذ ضدها، ثم يفقد وعود الآخرة وما أعد الله عز وجل لمن يمضي حياته الدنيوية القاصرة ملتزما نهج الله سائرا على الطريقة المستقيمة الواضحة وعلى الحجة لا التواء فيها ولا اعوجاج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أعطيناهم بركات الدنيا وبركات الآخرة وأفضنا عليهم من عطايانا ومن هباتنا ومن منحنا ما لا عد له ولا حد، فيسعدوا في الدنيا ويكرموا في الآخرة. هذا الدين منظومة متكاملة متوازنة دقيقة لا تقبل أي عبث أو تغيير أو تبديل. ومن هنا جعل المولى عز وجل إقحام الهوى في قضية التدين أو في قضية أن نأخذ من الدين وندع كما تملي علينا أهواؤنا، جعل هذا مفسدة قد تودي بالسماوات والأرض وقد تودي بالدنيا والآخرة. أفمن اتخذ إلهه هواه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الأمر مخيف، إذن التزام كامل بشرع أنزله الله عبر منظومة متكاملة أو التزام مزاجي. ولا أتحدث هنا عن اللادينيين أو عن أولئك الذين لا يرجون لله وقارا، أو عن أولئك الذين جعلوا القرآن خلفهم ظهريا، أو عن أولئك الذين حادوا الله ورسوله وجاهروه بالعداوة والمخالفة والعصيان. فهؤلاء ليس لهم موقع في حديث اليوم، إنما أتحدث عن الدائرة التي دعاها ربها فأقبلت، وناداها فالتزمت، وكلفها فامتثلت، وفرض عليها فأطاعت. وهم أحد فريقين، فريق يؤدي حق الله كاملا غير منقوص، لهم العطايا والهدايا والهبات والمنح ولهم آثار وثمار الدنيا والآخرة، وفريق أقبل فالتزم ولكن مع مزاجية، ولكن مع دخول هوى، ولكن مع قضية اختيار، ولكن مع قضية انتقاء. فهم يطبقون من الدين ما يحلو لهم وما يسهل عليهم وما تشتهيه الأنفس وما يتفق مع معطيات بيئاتهم
وظروفهم وأشغالهم وأعمالهم، وكل ما يتصادم مع ذلك يتركونه وكأنه ليس من الدين. ومن ها هنا أقول هذا الدين منظومة دقيقة شاملة كاملة، لا تقبل انتقاصا ولا زيادة، ولا تقبل تغييرا ولا تبديلا. فإذا ما سألت الأكثرية الساحقة من أبناء هذه الأمة، إذا سألوا أين آثار وعود الله في حياتنا ونحن الآن نعيش هذا الألم الممض، وهذه الفترة العصيبة، وهذه المرحلة التي اجتمع علينا من بأقطارها ورمانا أسودها وأبيضها عن قوس واحدة، وهاجمتنا قطعان ذئاب الكفر والإلحاد تنهش منا أرضا وعرضا ووجودا ومقدسات وكرامة وخيرات، أين آثار الدين؟ أولسنا مليار ونيف؟ فلما تتداعى علينا البغاث، يتداعى علينا الطغاة، يتداعى علينا مجرمو الأرض وسفاكوها ومصاصو دمائها كما تتداعى الأكلة على قصعتها؟ أولسنا نحن عباد الله؟ أولسنا مليارا ونيف بل نزيد؟ فأين آثار التزامنا وعلاقتنا بربنا؟ أين تلك الآثار؟ فأقول أن الدين منظومة شاملة، حينما يعبث أبناء الأمة بمكوناتها أو يطبقونها على حسب الأمزجة والأهواء والآراء والمتاح ضمن ظروفهم وأعمالهم وأشغالهم ومصالحهم وسلامتهم وأمنهم، إذا طبقوا الدين مزاجياً على حسب الهوى يتخلف أثر الدين وتتخلف وعود الله في حياة الأمة، ويوكلوا إلى أنفسهم إلى أن يعودوا للالتزام الكامل الشامل ويطبقوا منظومة الدين كما أرادها الله عز وجل. ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام أولاً عقيدة تستقر في الفؤاد فيعتقد حاملها بأن الذي يملك الوجود ويتصرف فيه من الذرة إلى المجرة ومن العرش إلى الفرش هو الله، لا شريك له، لا ند له، لا مثيل له، لا مكافئ له، لا مساوي له، هو الله وحده مالك الأمر، أحاط بكل شيء علما، وهو بكل شيء محيط لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يمهل ولا يهمل، فإذا أخذ فأخذه شديد، لا يمكن أن يرد قضاؤه، ولا يمكن أن يتخلف قدره، ولا يمكن أن يقف في طريق مراده ومشيئته شيء. فإذا ما رأيت أن هناك أثراً لمخلوق على ظهر هذه البسيطة فإنما هو ضمن دائرة الامتحان والاختبار للمؤمن وللكافر. إذا رأيت استعلاءً ورأيت فرعنة ورأيت طغياناً ورأيت جبروتاً ورأيت إجراماً طال أمده فإن هذا استدراج للمجرمين، استدراج للطغاة المتألهين من جانب، ومن جانب هو اختبار لعباده المؤمنين، هو اختبار لعقيدتهم، هو تمحيص لتوحيدهم، كيف سيتعاملون مع الأمر، وهل ستتزعزع ثقتهم بالله أم لا، وهل ستبقى ثقتهم به أم لا، وهل سيلتجئون إليه أم إلى سواه. وعلى أساس ذلك تأتي المعاملة الإلهية لهؤلاء العباد. عقيدة تستقر في الأفئدة، تلبس صاحبها من مفرق رأسه حتى أخمص قدمه، يسير على ظهر هذه الكرة الأرضية وهو يرى الله قبل كل شيء وعند كل شيء
وبعد كل شيء، ولا يرى نافعا ولا ضارا ولا خافضا ولا رافعا ولا معزا ولا مذلا ولا معطيا ولا مانعا ولا محيا ولا مميتا إلا الله. عقيدة، عقيدة، عقيدة تحمي صاحبها من لوثات الخرافة، فلا يلجأ إلى شجر ولا إلى حجر، ولا يعتقد نفعا في جن أو ملك أو بشر، إنما هو ارتباط بالواحد الأحد الديان مالك الأمر كله، وإن تراءى للغافلين غير ذلك، ومهيمن على الكون كله، وإن رأى العميان والحولان غير ذلك. عقيدة تستقر في قلب صاحبها، لا تقبل أن تلوث بخرافة بجهالة، فلا يوجد في حس المسلم ولا اعتقاده لا يوجد أثر للنجوم ولا للأفلاك ولا للكواكب ولا للأملاك ولا لجن ولا لملاك، إنما الذي يملك الأمر ويملك الأثر هو الله وحده لا شريك له، فيقولها من قرارة نفسه: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له. عقيدة لا تقبل لوثة الخرافة. لا يوجد في إسلامنا تنجيم ومنجمون، ولا عرافة ولا كهانة، ولا ودع ولا رمل، ولا قراءة كف، ولا حسابات جمل، ولا هذه الخربطات التي يقوم بها المخابيل المهازيل، صار لها فضائيات وصار لها مراكز، وصاروا يطلقون عليها مسميات يغرقون الأمة في مستنقعات خرافة وجهل وكهنوتية وكهانة وعرافة لا يقبلها الدين ولا يرضاها. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، كما قال الصادق المصدوق: بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. عقيدة نقية صافية، لا غباش فيها، لا لبس فيها، لا كدر فيها، ليس في القلب إلا الله، ولا يوجد التجاء إلا إلى الله، ولا توكل إلا على الله، ولا طلب إلا من الله، ولا خوف إلا من جناب الله وسلطانه. عقيدة لا يمكن أن تسمح للوثات الخرافة أن تصيبها أو تكدرها أو تقذرها أو تعكرها. عقيدة صافية نقية لا تسمح لأي موجود أو مخلوق في هذا الوجود أن يأخذ من هذا القلب مساحة. فالله سبحانه وتعالى كما أنه لا يقبل العمل المشترك حينما تؤديه له وترائي به الناس، أيضا لا يقبل على القلب المشترك حينما يجد غيره في قلبك. فإذا وجد في قلبك سواه تركك، وما أقبل عليك، ولا استجاب لك، ولم يكن معك أبدا. عقيدة، هذه منظومة الدين ابتداء عقيدة، ثم عبادة تنظم علاقتك بربك وتجعل وتيرة الاتصال به دائما حاضرة بحالة أنس في حضرة قدس. عبادة تجعلك دائما مخبتا أواها منيبا، كثير التوبة غزير الدمعة، دائما لسانك رطب بذكره، وجبينك ساجد في محراب تعبده، وكفك مرفوع في عتمة الليل تناديه وترجوه. تنتقل من صلاة إلى إنفاق إلى صيام إلى حج إلى بذل، وهكذا عبادة تجعلك مرتبطا بالله، قريبا منه، متآنسا به. وهذه الحالة من القرب والمؤانسة مع ربنا سبحانه وتعالى تمنعك من السقوط
في هاوية الرذائل، تمنعك من الوقوع في شراك وشباك وأحابيل الشيطان يوم ينثر شباك اللهو والغفلة والمعصية والشهوة واللذة والمتعة الحرام. عبادة تجعلك مرتبطا بالله، تنظم العلاقة بينك وبين الله، فأنت دائم عبد لله. جاء سهل بن عبد الله التستري، جاء إلى شيخ من شيوخه قال له: يا سيدي، هل القلب يسجد؟ هل القلب يسجد؟ قال: يا ولدي، قلب المؤمن ساجد لله منذ الأزل وإلى الأبد. قلب المؤمن ساجد لله منذ الأزل وإلى الأبد. ما الذي يغذي فيك سجود القلب بين يديه واستمرار الحال عليه وارتباط الوصل به؟ هو العبادة التي أنت تنتقل من محضن إلى محضن ومن مرتع إلى مرتع، متلونة متعددة كباقات ورود في بستان جميل هو بستان الأنس بالله وفي حضرة القدس مع الله سبحانه وتعالى. عقيدة وعبادة ومعاملة تنظم العلاقة بينك وبين عباده. كيف تبيع وكيف تشتري؟ كيف تدير شؤون حياتك عبر برنامجك اليومي في كل ما فيه أخذ وعطاء بينك وبين الناس؟ فإن هذا لم يتركه ربنا هملا، بل نظمه عبر حزمة تسمى المعاملات، هي توأم العبادات. فالعبادات تنظم علاقتك بالخالق، والمعاملات تنظم علاقتك بالخلق. فلا يطغى أحد على أحد، ولا يأكل أحد حق أحد، ولا يضيع مال لأحد. فالأعراض مصونة، والأموال محفوظة، والكرامات حولها سياج من مناعة وحماية، ولا يمكن لأحد مهما كان قويا أن يطغى على ضعيف، ولا يحق لأحد مهما كان غنيا أن يستلب حق فقير. وقف الصديق في خطبة الخلافة يوم تولاها فقال: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فذكروني، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. وقالها عمر من بعده، ينظم حفظ الحقوق: لو تعست شاة في العراق لخفت أن يسألني الله عنها، لم لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ ولم لا يكون هذا منهج حكمهم، وقد تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، قال رائدها ومعلمها: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوه. والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. معاملات تنظم علاقة الناس ببعضهم وضبط حقوقهم، فلا تجد طغيانا، ولا تجد اعتداء، ولا تجد تطاولا، ولا تجد حقا مضاعا، ولا كرامة مهدورة. إن عمرو بن العاص كان أميرا وواليا على مصر، فقام وابن الأمير ابن عمرو بن العاص قام يسابق أحد أبناء العامة من الأقباط في مصر، وهو مسيحي غير مسلم، يتسابق في لعبة الخيل، فسبقه القبطي العامي من الرعية فلطمه. ابن عمرو بن العاص قال: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ فجاء القبطي يشكو لعمر في المدينة، فماذا فعل عمر؟ طلب عمرو بن العاص وطلب ولده
ووقفا أمام القبطي ثم قال لهم: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يا هذا قم واصفع ابن الأكرمين، خذ بحقك، خذ بحقك، خذ بحقك. دولة الإسلام كل شبر فيها بشب السيف يداوى، وأعز الناس بالعبد والصعلوك والمملوك تساوى. هكذا معاملة نظمت علاقات الخلق ببعضهم، فلا طغيان ولا اعتداء ولا تطاول. عقيدة تجعلك تعتقد أن الذي يتصرف في الوجود هو الله، فلا مكان لخرافة ولا مكان لكهانة. وعبادة تنظم علاقتك بربك، فأنت دائما حاضر الدمعة والعبرة وماثر في محراب العبودية. ومعاملة تنظم علاقتك بالخلق، فتحفظ حقوقك وتحفظ حقوقهم، ويحفظ حق الفرد أمام الجماعة وحق الجماعة في كيان الأمة، فلا يضيع حق أبدا. وأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ليس منا فحاش ولا لعان ولا متعصب. قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب ولك الجنة. لا تغضب ولك الجنة. أخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب كل جعذري جواظ، جيفة في الليل، حمار في النهار، سخاب في الأسواق. ما معنى هذا؟ الجعذري هو الغليظ، هو الغليظ. الجواظ هو الفحاش بلفظه، الذي يتطاول بلسانه بكلمات الفحش ويتساهل بها، لا يحبهم الله. سخاب في الأسواق، تراه من أجل أن ينفق سلعته يملأ الدنيا صراخا وعويلا وأيمانا وأقساما وحلفانا بالطلاق. جيف في الليل، جيف في الليل، يكثر الأكل والشرب والنوم، ليس له حظ من ذكر ولا من فكر ولا من عبادة، وليس له حظ من هم واهتمام بأمته، إنما يأكل ويشرب وينام. حمار في النهار، يكد ساعات لا يكل ولا يمل، يجني المال، يجني متاع الدنيا الزائل، لا يحبه الله كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. أخلاق يا سادة، أخلاق. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أخلاق تجعلنا فيما بيننا نتعامل كأننا ملائكة تمشي على وجه الأرض، لا يظهر منا إلا لطف وظرف ورحمة وشفقة وكسر جناح وذل بين يدي المؤمنين، أذل على المؤمنين، رحماء بينهم. أخلاق إن بحثت عنها تكاد تفقدها في تعامل الأبناء مع الآباء، في تعامل الأزواج مع الزوجات، في تعامل الجيران مع بعضهم. وهذه مصيبة ما بعدها مصيبة، لا ينفعنا كثرة ركوع وسجود وإطالة لحى، وأخلاقنا في الحضيض. أخلاق وقلوبنا قد ملئت غيظا وسما على بعضنا. يا عباد الله، إن من حمل عقيدة صافية وأدى عبادة كاملة والتزم بمعاملة تامة وتمثل الأخلاق النبوية التي أرادها الله وأرادها رسوله، إن مثل هؤلاء لا يمكن أن يؤتوا من مكمن ولا من محضر. إن مثل هؤلاء لا يمكن أن يساموا خسفا ولا ذلا، لا يمكن أن يخترقوا، لا يمكن أن يتباغضوا، لا يمكن أن يتفرقوا أو يتمزقوا أو يتنازعوا، بل ستجدهم
كأنهم بنيان مرصوص على قلب رجل واحد، وتجدهم أمة متماسكة. كل سهام وحراب الكفر إذا وجهت إليهم لن تجد فيهم مكانا ضعيفا تثخنه أو تؤلمه أو تصيبه. فيا عباد الله، يا عباد الله، أدوا منظومة الإسلام: عقيدة، عبادة، معاملة، أخلاق. فإذا ما امتثلنا هذه الأمور فيما بيننا فلا نشكو لأحد بأننا نسام خسفا، فإن هذا بعض ما جنت يدينا وبعض ما كسبناه بسلوكياتنا وتصرفاتنا. أقول هذا الكلام كله لكي أصل إلى نتيجة بسيطة. إن تطاول أقزام العمالة وإن تطاول الرويبضات كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أشراط الساعة أن يتكلم الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة أو في أمر الأمة. الرجل التافه الذي لا يساوي عند الله جناح بعوضة ولا مثقال حبة من خردل في موازين الرجال، ولكن المعطيات والظروف تصدره فيتكلم. سمعنا وسمعتم هذه الهجمة المسعورة والحملة المحمومة التي شنها أذناب الأمريكان والفرنسيين في لبنان منذ أيام على الشرفاء في سوريا ولبنان. هذه البذاءة التي استخدموها وهذه السوقية الهمجية التي وظفوها في خطاباتهم، إن لم يكن هؤلاء الرويبضات فمن يتطاولون وقد استندوا على أسياد لهم أمريكا وفرنسا وبريطانيا وتل أبيب، ويرسمون مخططاً لهدم الأمة ولتخريب ما تبقى من وحدتها وما تبقى من تماسكها. يا عباد الله، إن بروز هؤلاء وإن استعلانهم وإن علو صوتهم ليدل بأن هذه الأمة سقطت من عين ربها حتى يتكلم هؤلاء فيها وفي وسطها دون رادع ودون زاجر ودون من يأخذ على اليد ودون أن يهب شرفاء الأمة هبة واحدة للضرب على أيديهم وإيقافهم وإيقاف من وراءهم من أسيادهم الموتورين الحاقدين على هذه الأمة، على دينها وأرضها ووجودها. أين دورنا الآن؟ أين دورنا الآن؟ ما زلنا في موقف المتفرج، ما زلنا في موقف المتفرج. إن الخطاب الديني يا سادتي خطاب يجب أن يأخذ دوره الريادي والرسالي والقيادي في رفع مستوى وعي الأمة وتوحيده، وفي السير بفكر الأمة ابتداء ثم بأعدادها كالسيل الهادر نحو المواقف، مواقف الشرف والإباء ومواقف الممانعة أمام هذه الهجمة القذرة الشرسة بالألسنة باللسان والسنان عن طريق العملاء أو بشكل مباشر. أين تعبئتنا؟ أين تهيئتنا؟ أين استنهاض هممنا؟ أين رص صفوفنا؟ أين التقارب؟ أين التماسك؟ أين الغيرة؟ أين الغضب للشرف والمروءة؟ أين كل هذا؟ وأرى توجها نحو تدين أخاف منه، لأنه يأخذ أحد طابعين: إما طابع تدين سلبي لا دخل له بكل ما يجري على الأمة، وهذه مصيبة المصائب عند هؤلاء المتدينين، لا دخل لهم بكل ما يجري، وما يجري يهددهم ويهدد شرفهم ويهدد وجودهم ويهدد ذراريهم وبلادهم، لا دخل لهم. متدينون سلبيون ومتدينون متطرفون يريدون أن ينهضوا بالأمة ضد عدوها فيضرب الأمة ويتركوا عدوها، وكلا الأمرين ظاهرة خطيرة يجب أن نسرع بعلاجها، ابتداء بأن نتوحد بفهم الإسلام على ما ذكرت توحيدا عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق. فإذا فهمنا كلنا ذلك وطبقناه بدأت ملامح وحدة حقيقية
تتأصل على أرض الواقع فيما بيننا، وتقرب بين طاقاتنا وبين تياراتنا وبين توجهاتنا. أما الذي سيبقى يتبع هواه ويجعل لهواه سلطان على تدينه، فيأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء ويطبق ما يشاء ويترك ما يشاء، فإني أخشى عليه، أخشى عليه. قيل بأن الإمام الشبلي جلس يوما تحت ظل شجرة فغفت عينه، فرأى في المنام بأن الشجرة بدأت تكلمه بلسان حال، فقالت له: يا شبلي كن مثلي. قال: وكيف أكون مثلك؟ قالت: يرميني الناس بالأحجار فأرميهم بطيب الثمار. فقال لها: ما دمت على هذا الخلق الزاكي فلماذا يكون مصيرك حطبا إلى النار؟ قالت: لأني أميل مع الهوى حيث يميل، لأني أميل مع الهوى حيث يميل. احذروا الهوى وميل الهوى ومصائب الهوى، وأطيعوا ربكم كما أراد، واستجيبوا له كما أمر، فإن في هذا الفوز والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أقول قولي وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إرغاما لمن جحد به وكفر، وإعزازا لمن آمن به وشكر، وأشهد أن محمدا رسول الله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض يا ربنا عن كل الصحابة والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا، هذا حالنا لا يخفى عليك وذلنا ظاهر لك بين يديك، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك وجودك. يا الله يا الله، تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح اللهم منا ما كان فاسدا، وأصلحنا ظاهرا وباطنا يا مصلح الصالحين. نشهد أن كل معبود ما دون عرشك إلى قرار الأراضين باطل غير وجهك الكريم. قد ترى ما حل بنا فأغثنا أغثنا أغثنا يا غياث المستغيثين، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ها نحن ندعوك مضطرون ربنا، فاكشف ما نزل بنا من سوء، علمك بالحال يغني عن السؤال. أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اجعلنا تحت راية رضاك إخوانا متحابين يا رب العالمين. رد هذه الأمة إلى رحاب دينها ردا جميلا، اجمع كلمة حاكمها ومحكومها، وحد بين قيادتها وشعبها، اجعلهم صفا واحدا أمام هجمة العدو يا رباه.
اللهم هيئ لهذه البلاد من لدنك أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويحكم فيه بكتابك ويعمل فيه بطاعتك. اللهم احفظ سوريا قلب الشام، احفظ أهلها، اللهم أصلحهم وحملهم الراية وحقق على أيديهم الغاية، واجعل كل وعودك وبشائر نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم تتحقق من خلالهم وبهم قيادة وشعبا. اللهم طال ليل الكافرين، طال ليل المحتلين، طال ليل الغاصبين، طال ليل المتآمرين، طال ليل الخونة والعملاء. اللهم عليك بهم، اللهم افضح سترهم، اللهم أسقط أقنعتهم، اللهم جلي حقيقتهم، اللهم لا تحقق لهم راية، لا تحقق لهم غاية، لا ترفع لهم راية، اجعلهم لمن خلفهم آية. عليك بأعداء أمتنا، عليك بأمريكا، عليك ببريطانيا، عليك بفرنسا، عليك باليهود الملاعين، عليك بكل من دار في فلكهم، وبكل من استخذى لهم، وبكل من تآمر معهم على ديننا وأمتنا. اللهم عليك بهم، وأرنا فيهم يوماً أسوداً تبرد به حر صدورنا، وتنتقم لإخواننا في فلسطين والعراق ولبنان وفي كل مكان ينال فيه من عبادك المستضعفين. يا رب السماوات والأراضين، اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نذكركم بمحاضرة غد إن شاء الله 7:30 مساء، وهي بعنوان في ظل عرش الله. في ظل عرش الله، أسأل الله أن يجمعنا بكم هنا وهناك في ظل عرش الله. لقاؤنا غدا 7:30 مساء في قاعة الإيمان. أقم الصلاة.